بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هدايا يا أخونا بعت لنا فيديو بتاع فيات جراندي بونتو، يعني هو يمشي في الطريق يعني، والسيارة ولت تطفطف ولت تمشي 2 سلندر أو على شمعتين أو على شمعة واحد أو على 3 شمعات. طبعا هو ما يعرفش لأن سيارة ولت تخض منه ولت تطفطف. أنا أعطيت احتمال إنه يكون ينجم يكون المشكل في الممار، وإذا نجم يكون في السباب يعني الفالف. طبعا أشرت عليه باش يفك الكلاس أولا ويشوف السباب هل ترى فيها حاجة يا أخي. يعني هو لما فك الكلاس هو كلمني بالتليفون قال لي راني لقيت السباب محروقة، لكن حبيت يصور لنا المشكل، ما صورش المشكل. أنا باش نعطيكم مثال عليها في آخر الفيديو، تلقوا مثال اللي هو كيفاش صار له بالضبط وكيفاش قال لي السباب لقيتها مفتفته، لقيتها محروقه يعني جمله مره واحده يعني محروقه على الاخ. انا مش حط لكم مثال في الفيديو هذا، يعني في الفيديو هذا في الاخر على سياره ثانيه انا شرح عليه باش يفهموا الناس الموضوع كيفاش صار له. لكن هالعمليه هذه راهي ما تصيرش فجاه، نقول لكم انا هو صاحب السياره يمكن ما عندوش خبره، صاحب السيارة ممكن ما عندوش خبرة. الهدية العملية تصير تدرج، تبدأ السيارة تخض شوية وتاكل بنزينة، تخض شوية وتاكل يعني تستهلك بنزين، يعني لين تولي تمشي حتى على 3 سلندر. لأن يعني هذه تاخذ مدة، لأن يعني باش تتحرق السباب مثل اللي في الفيديو يعني تاخذ مدة. ولكن هو ما جبلش الموضوع هذا بجملة. أنا حبيت نشرح يعني باش نعطي شرح يعني معقول للعملية اللي صارت له، كونه هو المشكل هذا مشى معاه بالتدرج، لكن هو ما فاقش به، ما فاق كان اخر لحظه وقت بلت السياره ما عادش تمشي مليح وما عادش تيري ما عادش عندها جهد. وقتها هو فهم الموضوع. هذه التفتفه اللي موجوده في الفيديو، هذه طبعا حطيكم طبعا الفيديو كما هو الاولاني كيفاش تفتف وكيفاش صوتها، ومن بعد نحط تلقوا الفيديو اللي هو فيه الشرح اللي شبه للعمليه نتاعو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيها مشكل نتاع دي سيلندر، تو احنا باش نحلوا الكلاس ونطلوا ونشوفوا شنو هو اللي علاش تمشي دي سيلندر. خدم يا هيكل خلينا نوروهم دي فوق قبل ما نحلوا. ما تحبش تخدم، هاو هاو شوف. هذه اتضح المشكل انه هو يمكن تكون يا سباب يا بيستون يا فما حاجه يا بوسوار احد. هاو تو نحلو ونشوف ان شاء الله. وانك تمشي دو سيلندر ولا ترو سيلندر، شوفوا هنا السباب كاش مشقوقه توها لين تفلقت، وهذه كيف هي بتب، هذه بتب، هذه تفلقت توها، هذه توها تمشي دو سيلندر، هذه عندها سيلندر، هذا عندها هذا، وهذا حتى هو نص نص. شفتوا هناك تفلقت، خلينا نزيد نوريها لهم اكثر. محروق. شوفوا هنا، شوفوا الديفو اللي في السباب هذاك،
هذاك علاش السباب سموها سباب محروق، شفتوها كيف تفلقت؟ يعني مش كيما العادي، كيما مش هذه شوفها سليمه، هذه شوفها سليمه، معناتها هذه كيف كيف من هنا متاكله من جنب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا هذه سياره نيمو، هذيك كيما البارتنر الصغيره ايسونس، لعدم لونترتيان في وقته تعمل برشا مشاكل، يعني اللي ما عملش لونترتيان في وقته المشكل تصير. كون نشوف قداش ماشي من الشان، ماشي بها 114459، هذه شان ديستريبيسيون ماشي بها المسافه هذيك كلها. يعني تصوروا انتم يعني واحد ماشي بالشان ديستريبيسيون 114459، معناتها حتى الفيتر ايسونس وحتى الفيتر الهواء وكل هذا ما نظنش كان يكون بدلهم. يعني لونتريتيان نتاع الكراهب لازم يكون في وقته، الا 10000 10000 ولا 20 20 30 وكل الحاجات هذه، خاطر اذا كان ما كانش تسبب له برشا مشاكل، مثلا كيما المشكله هذه اللي تثبت له فيها هذه الكرهبة هذه، كونه هو يمشي في الثنيه وسكتت الكرهبة ما عرفوش شنو المشكل، هزوها للميكانيسيان اش يلقاو. كي حل الميكانيسيان جا يشوف لقى الموتور متبلوكي ما يدورش، حل الموتور لقى الشان، شوف عدم الانترتيان ايش يعمل، شوف الشان كيش تاكل، شوف الشان كيش تاكل، هذا كله من عدم الانترتيان، على خاطر علاش هي الشان ماكسيموم تاع الدار ماكسيموم تمشي 90 ألف 100 ألف، هو ماشي بها 114 ألف. عدم الانترتيان ينجر عليه برشا حاجات، توا باش نشوفوكم بعد شنو اللي صار في الموتور بالضبط، وشنو اللي صار. توا فكينا الكلاس، قبل ما نفكوا الكلاس حاولنا ركبنا شان جديده باش نشوفوا هذا الديفو، يعني ينجم يكون ساعات يمنع وما صعيبش يمنع. ركبنا الموتور شيء، ركبنا شان جديده ما حبش يدور، باش نوريكم تو شنو اللي صار في الموتور بالضبط وشنو المشكل اللي عملها هو عدم نطرتين. شنو لكم الديفو، شنو اللي صار في الكلاس بعد ما تقطعت الشان. عندنا شوف أنا هذه أولا السباب هي الأولى هذه تقطعت، شوفوها هي جات على زوز من قوة تلقاه يجري، من قوة الجري ومن الشان تقطعت ويجري، طبعا تكسرت على زوز، هذه الأولى تكسرت على اثنين، يعني شوفوها، والثانية تعوجت، شوفوها يا شمايل، شفتوها، يعني بشوفوا الشان اش تعمل في مولاها إذا كان يعني مش يبدلها حكاية فارغة، يعني ما تكلفلوش حتى 100 دينار، تولي اذا كان هو ما عملش لونتريتيان نتاعو، شوف الثالث اذا كان هو ما عملش لونتريتيان نتاعو يتكلف له، لا لونتريتيان تبديل الشان يعني ضروري. كلهم تعوشوا، شوف كلهم تعوشوا، يعني الاربع سوبابات تعوشوا، يعني تعوشوا، يعني مش نقدم نصيحه للناس اللي باش يخدموا حاجه كيما هكا، ماذا بيكم اذا كان لقيت سوباب برك معوجه بدل واحده برك، كان لقيت اثنين بدل اثنين برك، كان لقيت ثلاثه بدل ثلاثه برك، كان لقيت اربعه على الاغلب وقت تبدل الاربعه، ما يفيد يعني ماذا بيك ما تبدلش السوبابات باش خاطر الموتور القديم ماشي 114 ألف، باش تجي في كعب بيستون بركة افضل، اثنين افضل، ثلاثه افضل، اربعه على الاغلب، معاش انا حل اخر لان لازم نبدلهم الاربعه. فروداج تروديهم بالباتارودي الفان، ضريبه صغيره برك، ما تكسرش عليهم باش ما يعملوش كومبرسيون باش ما يولوش اقوى من الادميسيون اللي عندك، يعني خاطر كي ولا شفنا يعني كيفاش كيما قلت لكم، يعني تعملوا ضربه روداج خفيفه بالباتارودي الفان اللي هي يعني الجويده بالكل، مع شويه هكا زيت، نكته زيت ولا نكته مازوت، وتعملوا ضريبه روداج كل كعبه جديده ولا حتى مستعمله ما يهمش. يعني كي جينا نتفقد انا في الكهرباء بصفه عامه، هذه الكهرباء هذه نيمو، قلت بلاي هذه نعمل طلع، يعني نلقى يا اخي راجل عمره ما عمل لونتريتيان جمله، يعني شوف الفلترير، شوف الفلترير كيفاش، يعني هذا فلترير ماشي بهم 114 ألف، نتصور يعني لونتريتيان جمله ما يعملوش، خاطر علاش هي الكهرباء بالشركات، الشركات ما يتبعوهمش، الاغلبيه ما يتبعوش كرهبهم، اصحاب الشركات ما يتبعوش كرهبهم، يعني واللي يجي يركب ممكن تلقى عليها شوفير اثنين ثلاثه اربعه، اللي يجي يركب ما يدريش عليها الاخر وقت قداش مشي بها والاخر قداش، فهمت؟ تصير لها العمليه هذه، خاطر علاش ما فماش عندوش
ما عندوش شيف دو بارك ولا حاجه يتبع الكراهب، كل واحده يعملها كرني ويتبعها ويشوف هنا منهم اللي مشات كذا ومشات كذا باش يعرف الانترنتيه نتاعها وقتاش يعملوا، يمشوا كفلاح. وهذه طبعا نحيناه الكلاس باش وريناكم العمليه هذه، ان شاء الله ما يعني الواحد ديما يرد باله على حالات كما هكا، خاطر مش جاب ربي يعني في البيجو كما هكا ما كسروش برشا حاجات، يعني في كراهب اخرى في مازوطي كسروا برشا حاجات، كسروا يعني حتى الابراكام يكسروا، هذا كان الابراكام في ليسونس منع، لان الابراكام جاي في وسط الكلاس وكان جاي برا من الكلاس ما يمنعش. هنا الكلاس على خاطر جاي في وسط الابراكام في وسط الكلاس، يعني محمي بالباليات نتاعو هذوما الاربعة، وكان جا اللي فيه شابوات هذي اللي فيه يبدا فيه شابوات كيما هكا، هذاك يتكسر طول، يتكسر الاربكام وتعور السيفوبات الكل. اما هكا الاربكام نتاع البيجو بصفة عامة داخل في وسط الكلاس من داخل، يعني عنده الأماكن نتاعو، يعني يعني حتى في النحان يتحل من البرون من قدام، يتحل من البرون من هنا من قدام، فيها كل فرشات نحل فرشات وتبدا كل يعني تخرج ترجع لداخل كما هو، يعني مش صعيب يعني فينا. هذا ما زاد اللي جيد سباب زاد، يعني الحمد لله منعوا ما تكسروش، يعني نجموا خاطر نجموا يتكسروا. وهذا ما زاد كيف اللي باش نحي عمر داج يعملهم يبدلهم برويات نتاعهم فرد مره، خاطر باش خاطر نجموا يكونوا ماتوا، خاطر هم ميتين هم شويه كاسحين، من بعد تولي تاكل له زيت وتدخل له يبدلهم نتاع السوبوبات، حتى ولو يشري ثمانيه على الاقل، مش لازم يضروري يبدل ثمانيه، كان يحب يبدل على الاقل الكعبه اللي مش عاملها روداج او الكعبتين مش عاملها روداج او ثلاثه واربعه كما توا. هذه طبعا جوان كلاس هذا لابد من تبديل، لازم يبدل جوان كلاس فرد مره ويعمل انتريتيان نتاعو فرد مره، مادام هي تحلت توا يعمل انتريتيان نتاعو فرد مره. طبعا لازم يبدل اللي تثبت في المشكله اللي هي الشان، لازم يبدلها، هذا ما فيش كلام، خاطر مش عامل انتريتيان فرد مرة. لازم نبدل التوندور زاد، التوندور نتاعها اللي هو التوندور نتاع الشان، يبدل الشان والتوندور باش هكاك يعمل انتريتيان فرد مرة. ونشوف زاد كيف تو نشوفوا، لو كان نشوفوا حتى البوجي، حتى اللي بوجي تو نلقاهم يمكن عمرهم ما بدلوهم ولا كذا، حتى اللي بوجي متاكلين تلقاهم يمكن بدلوهم مرة أو اثنين، يعني تو البوجيات مالعين ميتين متاكلين، يعني هذه حاجات يعني الواحد لازم يرد باله منها، يعني اذا كان ما تبعش كرهبته راه تضيع عليه وتسبب له، يعني يكون مش يخسر 100 يخسر يولي يخسر 203، يكون يخسر 203 يولي يخسر 5 6. ولهذا رد باله الانسان باش يحافظ على فلوسه ويحافظ على كرهبته، وما تخليش مطيش في امبان، في يعني خليه امبان في بعض البلايص البعيده يقعد واحد هو عائلته ولا واحد ولا. ان شاء الله العمليه هذه تفيدكم والنصائح هذه تفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.